طلاب الصف الخامس، اسعد الله اوقاتكم بكل خير في يوم جديد ودرس جديد من دروس ماده الرياضيات. اهلا بكم ومرحبا. اعزائي وابنائي الطلبه، درسنا لهذا اليوم هو بعنوان ضرب عدد من ثلاثه منازل في عدد من منزلتين. والان اعزائي وابنائي الطلبه الى مثال توضيحي. لدينا العدد 515 ضرب العدد 23. الخطوه الاولى نضرب عدد الاحاد بمنزله الاحاد، ثم بمنزلة العشرات، ثم بمنزلة المئات. 3 ضرب 5، ثم 3 ضرب 1، ثم 3 ضرب 5. ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي ضرب رقم العشرات. وما هو رقم العشرات؟ أحسنتم، 20. 20 نضع الصفر تحت منزلة الآحاد، ونقوم بضرب الاثنان بمنزلة الآحاد وهي 5، ثم نضرب 2 بمنزلة العشرات وهي 1، ثم نضرب 2 بمنزلة المئات وهي 5، ثم نوجد ناتج الجمع النهائي ويكون 11845. أعزائي وأبنائي الطلبة، إلى الواجب المنزلي، دمتم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في درس آخر.